السلام عليكم خياتي، كي راكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله غنديروا مع بعض حلوى بنينه بالبزاز. هذه الحلوى غتطلع لكم كميه لاباس بها. والحاجه مليحه في الحلوى غنديروا فيها نوعين من الكريمه، كل كريمه تقول اختها لزي غادي كريمه روعه 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 بنينه بالبزاف وجد جد اقتصاديه. دروك معايا نقول لك غير روحي جيبي باسيتك وجيبي ورقه وستيلو ونماركو هذه الوصفه. نبدا بسم الله على بركه الله. باش فطنا نهار اليوم نحتاج فيها مقادير. عندنا 250 غرام تاع زبده طريه، عندنا 3 مغارف كبار تاع سكر ناعم. انا الغرض تاع هذا الفيديو انني نركز لكم على كريمه اكثر من نركز لكم على الصابي. عندنا حبه بيض كامله، عندنا 3 مغارف كبار تاع زيت عادي، وعندنا كذلك 3 مغارف كبار تاع كاكاو. غادي نخلطوا جميع المقادير هادو مع بعض حتى يندمجوا جيدا بالباتور فنولي لكم. هنا بعد ما خلطت كامل المقادير مع بعض تندمجوا جيدا بالباتور، نجيبوا دروك شنو نحتاجوا. عندنا الطحين وعندنا نصف كيس خميره حلويات. لما بالطحين توجور انا الهدف تاعي من هذا الفيديو قلت لكم ركزت لكم بزاف على الكريمات باش هذو الكريمات تستخدميهم في عدة انواع من الحلويات. نلموا العجين تاعنا بالاطراف تاع الاصابع حتى تحصلوا على عجينه تكون طريه وفي نفس الوقت ما تكونش تلزق في اليدين. وانا راني نعجن معكم ومرات نقول لكم اخوات المتتبعات ضربوك ديروا جيم باش الفيديو يدي اكبر عدد مشاهده، هكا تحفزوني باش نزيدكم انواع اخرى من الحلويات وتصدقوني درت لكم تشكيله رائعه من الحلويات اللي غتنفعكم، حلويات اقتصاديه وكذلك عندي لكم حلويات راقيه. وانتم خيروا اللي يعجبكم وديروه للعيد. انا تنحصل عجينه طريه ونولي لكم. هنا بعد ما لبيت العجينه تاعي وحليتها بالحلال، دائما نقول لكم مبتدئات ماذا بكم تحلوها في كيس بلاستيكي كيما هكا يساعدكم مليح. وغادي نطبعوها بالطابع على هذا الشكل، هذا ورقه نتوما اللي عندكم تطبعوا به الشكل اللي تبغوا ديروا به. طبعوا هذا الطابع في نفس الوقت ندير الفون تاعي سخون درجه حراره 180 باش ندخل صابي تاعي يطيب. كي يطيب ويدي تحميره شابه طفوا عليه ونقولوا مع بعض نخدموا الكريمه تاعنا. هنايا غادي نوريكم السمك تاع العجينه، ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات ونديرو مثلا ونولي معاكم. دروك نروحو مع بعض نخدمو الكريمه تاعنا شنو نحتاجو فيها. عندنا 125 غرام تاع زبده تكون طريه، نحتاجو فيها عندنا حوالي 4 مغارف كبار تاع حسن. هذه الكريمه تجي بنينه 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 بالبزاف وتجي خفيفه خفيفه بالبزاف. شويه نبعدوا على الكريمات اللي غادي نخدمهم بالسكر الناعم، تخدموها بالعسل كما نعرفوا العسل يتلاتوات مليح مع عطر الكراميل. وعندنا كذلك حوالي علبه صغيره تاع الشوكولاي طلا. ما تقوليش بلي الكريمه غتجي حلوه ما تجيكمش حلوه، تجيكم هذيك هي في الذوق. حوالي 3 مغارف هذيك كبار تاع شوكولا اللي طلا اي نوعيه تبغوها، ونخلطوا جيدا بالباتور حتى نتحصلوا على كريمه تكون خفيفه بالبزاف. انا غادي نخلط الكريمه تاعي بالباتور ومن بعد نوري لكم. هذه هي الكريمه تحصلنا عليها، كل ما تضربوها مليح كل ما تبيض الخيط تاعنا يبيض. هنا هذه الكريمه انا نسميها لا كريم ماجيك، علاه؟ باسكو نستعملها في عده حلويات من بينهم السيكار. هنا بعد ما خلطت جيدا درت لها حوالي 4 مغارف كبار معمرين تاع الكوكاوي يكون محمص وملحي، ولا تبغوا ديروا اي نوع من المكسرات. خلطوا جيدا، قلت لكم هذا الكريمه ديرها في السيكار تجي بنينه بزاف. كيما تلقى تاني تلصقي بها لي صابي تاعك تاني كيجو بنين كيما تلقى تقوم بها الحلوى كيما تاع الحلوى تاع نهار اليوم. خلطوا جيدا، هذه الكريمه الاولى اللي تحصلنا عليها. دوك نجيب الصابي تاعي ونلصقوا الحلوى تاعي كامل بهذه الكريمه. هذه كريمة الزبده تاعي عدلناها في كيس بلاستيكي بهذه الطريقه. وهنايا نجيبوا لي صابي تاعي بعد ما طابوا بداو لون شباب بزاف، هنا ديجا بدات تلصق حبات. جيبوا كميه من الكريمه بهذا الشكل بهذه الطريقه ونلصقوا حبه بحبه بهذا الشكل. حاولوا ان نديروا كوش لاباس بها، نديروا طبقه لاباس بها، ونحاولوا ان نملوا كاع الفراغات
باش كي نقلع صوص الصابلي تاعنا ما يجيش فيه الفيد كيما حنا نقولوا الخوا. انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات وندخلهم في الثلاجه يشدوا رواحهم، ونولوا مع بعض نخدموا الكريمه الثانيه. الكريمه الثانيه اللي نحتاجوا فيها عندنا حوالي 100 غرام تاع شوكولا بيضاء مذوبه فوق حمام مائي بدون اي اضافات، ونحتاجوا فيها طوفيا كراميل بهذا الشكل، طوفيا كراميل نقعدوا نضيفوا فيها تدريجيا كما راكم تشوفوا. صدقوني الكريمه تجيب لينا بالبزاف. الطوفيا ما بقاش نقول لكم الكميه شحال، على حساب الخليط تاعكم نتوما. خلطوا جيدا، ما تخافوش غير خلطوا، لازم عليكم تخلطوا مليح حتى تدخل هذيك الطوفيا جيدا في الشوكولا. هنا كيف تلاحظوا بدات تتكور لنا العجينه، ما تخافوش نزيدوها كميه من الطوفيا بهذا الشكل. في 100 غرام تاع الشوكولا نحتاجو حوالي 3 مغارف كبار تاع طوفيا كراميل بهذه الطريقة. نخلطو مليح حتى يندمج لنا هاديك الطوفيا مليح مع الشوكولا. أنا مبغيتش نرجعلكم المقطع باش تفهمو أحسن وأحسن. هذه هي الكريمة اللي تحصلنا عليها كيما تلاحظو، شوفو الشكل تاعها كيجي داير. هي مدابيكم تخلوها تدفى شوية، نجيبو كيس بلاستيكي بوشة دو جيطاب ماشي كيس بلاستيكي عفوا، نديرو الكريمة تاعنا هنايا بهذا الشكل، نعمرو لابوش كامل باش نخدمو بيها. هاي الكريمة تاعنا، نحتاجو كمية من الجوز، نجيبو حبة الحلوة تاعنا، نديرو الكريمة تاعنا مادامها دافية بهذه الطريقة، نديرو كمية لاباس بيها بهذا الشكل. نديرو كمية من الجوز، حاولوا أن داك الحبة تاع الجوز فتوهم مليح، ونديروهم خشين باش تجي الشكل يجي رائع بهذا الشكل. وهذو الزوائد نقلوهم كامل بهذا الشكل، وندخلوهم في الثلاجة يشدو روحهم. بعد نولو مع بعض نبلاصو حبة الحلوى تاعنا. هنا بعد ما لصقت كامل الحبات بهذه الطريقة، جبت أنا كمية من الشوكولا بالحليب دوبتها فوق حمام مائي، وبعد زدت لها حوالي 2 مغارف كبار تاع زيت. نبداو نقلصو الحبات تاعنا. هنا عندي ملاحظة، لازم عليكم الكاطو يكون بارد مليح في الثلاجة باش ما تغبنكمش هذيك الكريمة وما تذوبلكمش. بهذه الطريقة حاولوا نحو كامل الزوائد باش حبة تاعنا تجي بيان فيني، وحاولوا انكم تعمروها مليح بالكركاع الجوز، ما تكثروش بزاف، يا ربي 20 في 20 تاع الجوز تقد تكون هذه الكوانتيتي. واللي ما عندهاش الجوز ما تبغيش الجوز تقد دير الكوكاو عادي، بصح يكون حاف ويكون محمص. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا بعد ما حضرناها بهذا الشكل وزيتها فقط بالورقه الذهبيه بهذه الطريقه. صدقوني جات روعه، ثم الشكل يقعد لكم اختياري. بالنسبه للاخوات اللي ما عندهمش الجوز يقدروا يستغنوا عليه ويديروا فقط الكوكاو اللي يكون محمص ويديروا على شكل حبات ويزوقوا بهذه الطريقه. هنا بالنسبه للكميه شحال قطعت لي، هذه الكميه تاعكم قطعت لي اكثر من 30 حبه. هنايا بغيت نقسمها وحدي، عاد قلت نقسمها قدام خواتاتي باش يشوفوها كي جات دايره من الداخل. هذا الشوكولا راه شويه يابسه، شوفوا الشكل تاع الحلوى تاعنا، شوفوا هذه الكريمه جات روعه، هذيك الحاجه اللي كانت داخل جا بنين بالبزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وتجربوا الحلوى تاع نهار اليوم، وتردوا لي رايكم في لي كومونتير. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه، تردوا لي رايكم في لي كومونتير، وتكثروا لي جيم وبارطاج، هكا تحفزوني اكثر واكثر. دوك معايا نقول لكم الى الملتقى، الى فيديو اخر ان شاء الله.